قلت لي الشغلة فاضية. ولك رهاف شغلة ومريت على خير. ليش عم نرجع نفتح الموضوع؟ لك شو بدك فهميني؟ ما بدي شيء، بس بدي اقول لك انه الشغلة مو فاضية. مو فاضية ابدا. طيب بأمرك. مو الشغلة فاضية. ارتحتي هيك؟ انت ارتحت هيك؟ ما تأخرتي بتطلع لهنيك؟ لا عادي. استني رهف أنا حوصلك. نفس الشيء. لحظة لحظة. كيف يعني نفس الشيء؟ ما بفهم عليك. أخوها لهلا هنيك بيوصلني. بحياتي ما مر علي أندل من هيك. كيف؟ معقول يا زلمة؟ لا بيتصل فيني ولا بيعزمني. لك مور فيه وأنا وبعرفه ومقضي أنا وياه. شو عماد؟ شو صاير معك؟ ما في شيء، هيك شوية تعب بس. ما في شيء؟ مظبوط ما في شيء. حتى أنا كل ما حدا بيسألني بقول له ما في شيء، مع إنه بيكون في شيء. شوفي يعني هيك قصص مش شغلي ما لها طعمة. لك ما هي 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 القصص تماما. والله فهمان علي. خلص خيو انت الظاهر لسه ما استويت. بكره بس تستوي لحالك رح تحكي. خذ راحتك. شو بدي اقول لك انا؟ شو احكي لك انا؟ معلم كل شيء كنت عم بحلم فيه بحياتي راح. كل شيء عم بشتغل له. البيت راح، الارض راحت، الزرع راح، مشروع تربية الاسماك راح. لك حتى سهى خطيبتي راحت. اجتها الفيزا قال ما عاد فيها تتاخر اكثر مني. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله اني طلعت على السطح بدي انتحي الا شعرك. وتشردت لك كم اسبوع بالشوارع مثل المجانين. ليش صابني كاني هربان؟ اطلع من مكره وانزل من مكره وريحتي زباله. مره كنت طالع من مكره وشكلي سكران وريحتي يعني خمة تماما. في ولد لكش امه وأشر علي. قال هذا شحات. طلعت هيك الام فيني. قالت له لا هذا عمه راجع من الشغل تعبان. الله يعطيه العافية. كمان هي قالت هالجملتين صابتني سعادة. ما بعرف ما بعرف اوصف لك يا. حسيت حالي اقوى رجل بالكون. حسيت حالي اني فيني اعمل اي شيء وباي لحظة وامتى ما بدي. رجعت على البيت تحممت زبطت اموري ونزلت ثاني يوم على الوظيفة ورجعت من الصفر. وهذا المشروع اللي عم بعمله تبع الفطر سحري عم يدر علي ذهب اصفر. بروق انت. ليش ما حكيت لي كل هذا الشيء؟ شو بدي احكي لك؟ كنت لسه ما استويت. حاصله المشكلة اللي صايرة معك قد ما كانت كبيرة قد ما كانت كبيرة إلى حل. ما في شيء بالدنيا كلها ما له حل.
شاء الله ان شاء الله. احنا طالعين من العرس، شو صار لك شغله تافهه؟ يعني شغله فاضيه. بس بدي اقول لك انه الشغله مو فاضيه. مو فاضيه ابدا. شايفك عبوس وبدينا عم حبك. تعي يا عمري تعي. تعي يا امي. لا تخاف يا حبيبتي، لا تخاف. صباح الخير. صباح النور. اوف، راحت علي نومي. ليش ما فيقتوني؟ انت بالعاده عندك منبه، والله ما انتبهت. التهيت بهادي وحمامه وشراشفه، ما خطر على بالي. يلا حضر الفطور لبين ما تغسل. حبيبي يوبشني انا، يوبشني. يلا ماما تاخرنا. شوي 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 باي. مع السلامة. هادي دير بالك على ماما. بالسيارة؟ لا ما بدنا نطلع بالسيارة، امشي يلا.
أنا حالكم مو عاجبني. شو عم يصير؟ من ساعة اجيتوا من العرس وحالكم مقلوب. ولا أنت عم تحكي ولا رهف. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا مرت عمي. رهف مرعوبة شوي. يعني هاي كل القصة. مرعوبة كتير. عم تشوف كوابيس. يعني قصدي انت اكتر واحد بتخفف عنا، مو قليل اللي مرقتوا فيه. خليكم جنب بعض، الله يهدي بالكم. هي فترة وبتمر. عادي لساته